تصل مبادرة حرير الإنسانية طريقها لجمع أكبر عدد من خصل شعر المتبرعين لرسم البسمة على وجوه الأطفال. إحساساً بألم وحزن أطفال مرضى السرطان إثر فقدانهم شعرهم بعد خضوعهم للعلاج الكيميائي، تواصل مبادرة حرير التي أطلقها الكوافير الأردني نهاد دباس مسيرتها بهدف تعويض الأطفال ورسم البسمة على وجوههم. اليوم عندنا فعاليات كثير ممتازة، مبادرة حرير انصنعت يعني بشيء عالمي بالأردن وخارج الأردن. اليوم عندنا فعاليات كثير للأطفال عشان يجوا ياخذوا خصل من الشعر عشان نقدر احنا نجمعها بباروكة ونقدمها لمرضى السرطان. اليوم طبعا جمعنا الباروكة، واليوم راح نفرجيهم اللي هي فعالية ثانية من مبادرة حرير. هي راح تكون سلسلة كبيرة كثير صراحة، بأي مكان وأي زمان راح يكون داخل الأردن وخارج الأردن، وإن شاء الله غير نكون إحنا مبسوطين وسعيدين، والأطفال الصغار إن شاء الله يكونوا مبسوطين وهم حابين هاي المبادرة، لأنها حتى كمان الجو بارد كتير وهم حابين يجوا هلا هم على الطريق كلهم إن شاء الله، وراح ينبسطوا وننبسط كلنا مع بعض، كنا إيد واحدة إن شاء الله يا رب. حيث افتتح المبادرة الثانية السفير التركي مراد كاراجوس التي أقيمت في العبدلي مول بحضور الكثير من الأطفال والأهالي الذين يقدرون قيمة الدعم.